هذا كان تحمل هاو كان يقول هاو قلت في المجلس النواب تعطينا الاسبقيه الكامله للناس اللي بعاد من المحلات ديالهم اللي ساكنين. الواحد اللي قريب 30 ولا 40 كيلو خلينا في البلاصه ديالو في انتظار الحركه المحليه اللي هي دابا راه كاينه. ما عرفتش واش انت داخله فيها ولا راه بابا راه موجود بثلاثه سبع معارض امتياز سميتها تشوف فيها مزال الحركه المحليه راه يمكن تكوني داخله فيها. هذه كنتحملها وكنقولها لا اعطيك الاسبقيه الكامله. علاش؟ لان بعض المرات كيبقاو ليا الناس مجوجين هما على 1000 كيلومتر على المدينه ديالهم ما يمكنش. هذوك عطيناهم الاسبقيه دخلناهم بعدا للاقاليم ديالهم والمحلات ديالهم. الحركه المحليه كل تيقبيه الا كاين شي واحد هنا هاد الناس كيصوروا دابا من هنا العام الجاي ما يبقى حتى شي حاله اعلى لان في المجموعه عندنا 50000 كل شيء 30000 غدوز هاد العام و 20000 هي اللي غتبقى العام الجاي كل شيء ما تبقى حتى شي حاله. دونك مازال لك عام هذيك 40 كيلو ما تبقاش عندك. عاد كاين واحد النقطه هو انك قلتي يعني اي واحد من الاقليم قربتيه بحال مثلا دابا هي كاينه النيابه المديريه ديال سلام والمديريه ديال الرباط حدا حدا تقدر يكون شي واحد من تما من الرباط ولا الرباط ولا شي حنا عندنا مع قنيطة عرباوة قريبة من شو عرباوة عرباوة مثلا عرباوة لا عرباوة يعني تبع سيدي قاسم ولادي قنيطرة راه غير يعني راه بلاصتي في الوقت اللي حنا مثلا هنا كنضربوا 90 كيلومتر الحركة انت انا سميتو المحلي راه مازال راه يلاه غادي تخرج ومن بعد من ابارتي دو سبتمبر غنديروا الحركه ديال العام الجاي باش ما نبقاوش وهذا المشكل هذا ما يبقاش سبب نهائيا. سبتمبر كاين حركه اخرى كاين حركه اخرى ديال ان شاء الله انا بالبر باش داكشي باش داكشي اللي باش داكشي اللي اخر اللي بقى داك ال 20 اللي بقى تنتمناو من هاتو ما يبقاش علاش ما دايرين زعما شي امال على المحليه حيت بزاف الناس دخلوا المناصب يعني ما بقاوش المناصب كون كان قبل 7000 ولا 8000 اللي كيدوزو انت والله من هنا 10 سنين ما تنقلي راه درنا مشكل. انا والله الا فرحت 23000 انتقلت والله الا فرحت 25000 يعني 23000 14000 والله الا فرحت انا كاين الناس وكاين الناس السيد الوزير اللي عندهم اكثر من 12 عام قول له السيد المدير الاقليمي والسيد البرامير عارف هذه المسائل هذه دابا كل قدرت ننقل كل شيء هذيك 50000 كلها درتها ولكن قلت اللهم لا وكاين عندنا ينوض كونتخيت راكم عارفينها ما يمكنش ننقل وكيكون الفاير. نعم نعم قلت هذيك باش يكون نديرو داخل ولكن ملي جينا نديرو هذه العمليه لقيت عندي 7000 ديال الفاير كي غادي ندير له. المهم المهم شوف اصبروا معنا شويه الله يوعدكم عام واحد وما بقى شي واحد ما يتنقش. يلا الله يوفقكم.